بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ومتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. شباب، بعد ما تكلمنا عن القدر وعمليات الجمع هنتكلم برضو على السبتراكتور أو عمليات الطرح. وعلى نفس السلسلة أول حاجة هناخدها الهاف سبتراكتور. الهاف سبتراكتور ده يا جماعة لو حبينا نقول، لو فاكرين لما كنا بنقول على الهاف أدر دايرة نصف الجمع، ديت نقدر نسميه دايرة نصف الطرح. تمام، هو زيه بالظبط زي الهاف أدر، لكن أكشوالي الهاف أدر كان بيجمع قيمتين من غير كاري، ديت بيطرح قيمتين من غير ما يستلف. بصي انا عندي نفس الفكره، عندي اتنين انبوت، انبوت A وانبوت B. النقطه الثانيه عندي دي ديت بتمثل لي الديفرنس، او بمعنى ادق ناتج الفرق ما بين الانبوت A وما بين الانبوت B اللي انا عايز اطرحهم. وال بي 0 ده تخص بالريبريزنتس فور بورو او الاستلاف يعني. طيب جميل، اوكي هنقص ثلاث مفاهيم كده، هادي اهو هنعيدهم مره ثاني يا جماعه. الاي ده عباره عن وان اونلي سنجل بت واحد بس، البي نفس الفكره بت واحد بس، اللي ده ريبريزنت فور ذا ديفرنس الفرق ما بين الاي والبي، البورو ده بيمثل لي الاستلاف. لو انا كنت لو الاي كان مثلا اقل من اني اخد منه مقدار البي، تمام، فعشان كده جيت لازم انا استلف. طيب اوكي، انا في البرزنتيشن ده هتكلم عن نقطتين اتنين بس، ازاي اطرح، وده امر اخدناه في اول السكاشن. النقطه الثانيه ازاي امثل السبتراكتور ديت، ازاي بمعنى ادق يعني اجيب السيركيوت اللوجيكال اكسبريشن يا جماعه. طيب فاكرين بالقصه بتاعت ازاي نطرح لما كنا بنقول يا جماعه والله ديت مثلا 1 0، لما كنا نطرح منها مثلا 0 1 كنا بنقول والله ده 0 ما ينفعش من 1، كنا نستلف 1 هنا قيمته بها ده تبقى 0، وده 1 ده قيمته ب1، اللي هي 1 1 مع نطاق اللي هي كانت 2، فكنا بنقول والله 2 ناقص 1 كان بيبقى 1، و0 ناقص 0 بيبقى، فاكرين القصه ديت. اوكي انا نقصره على نفس المفهوم يا جماعه. فبنقول طيب انا عندي كام فاريبل، عندي 2، خلونا نعمل بقى التروث تيبل بتاعنا اللي احنا متعودين نعمله. ها عندي فاريبلين، ادي الاي ها وادي البي، احتمالاتي بتكون ها 0 1 0 1، اربع احتمالات يا جماعه، 0 0 1 1 0. اوكي جميل، معايا بعدين الديفرنس اللي هو الفرق ما بين الاثنين، وهنبتدي يا جماعه نطرح. ها عندي خانتين في الاول، خانه للديفرنس وخانه للبورو، خانه للاستلاف، تمام، البي 0 اور البي ده البي اوف والبورو. ها نبتدي نطرح بقى يا جماعه، بنقول ان ده الديفرنس الفرق ما بين الاي والبي، وده الباقي اللي انا بستلفه. طيب ها 0 ناقص 0 عباره عن 0، استلفت حاجه انا؟ لا ما استلفتش. طيب سي اوكي ماشي، 0 ناقص 1 ها ينفع؟ ما ينفعش يا جماعه، فلازم نستلف. طالما نستلف يبقى نحط البروب واحد، الواحد اللي انا استلفه ده عباره عن ايه؟ وحدين يا جماعه، ها واحد منهم هيطير مع الواحد ده اللي هو بمعنى ادق، 1 ناقص 1 يتبقى 0، ومعايا الواحد الثاني اللي هو انا منزله اساسا لما كنت بقول في الفرق ده بيتبقى معايا وحدين، واحد هيروح مع الواحد ده ويتبقى الواحد الاخير ينزل، فعشان كده بنزل واحد هنا. سي طب 1 ناقص 0 بتنتظم عادي، 1 ناقص 0 عباره عن 1 ومش معايا كاري، 1 ناقص 1 عباره عن 0 ومش معايا كاري. طيب اكشولي جميل، اروح اعمل ايه انا بقى في القصه ديت؟ هطلع الاكسبريشن بمنتهى السهوله. ها كنت بطلع الاكسبريشن ازاي؟ الاكسبريشن عباره عن قيم المنترمات، القيم المنوره، وادي انا عندي ادي اول قيمه منوره، وده القيمه الثانيه بالنسبه للدي، وعندي قيمه واحده بس بالنسبه للبي 0. فنبتدي بقى يا جماعه نكتب الاكسبريشن. ها بالنسبه للدي ها بتساوي، حد يفتكر معاها؟ A بار بي، جميل، A بار بي زائد ها A بي بار، اللي هي بتساوي ها معادله مين اللي بنقولها في كل برزنتيشن يا جماعه، A اكس اور مع البي، ممتاز. ها نجيبه بقى البي 0 على نفس القصه، المنترمات بتاعتها بتمشي مع مين؟ الاي بار مع البي، A بار B. كده انا طلعت اول معادله وطلعت تاني معادله، انا جاهز انا كده اني اجيب المشوار اللي هنا، يعني انا بحاول اجيب لو كشفت الكفر ذات هيعتبر موجود ايه؟ هلاقي الاكسبريشن ده، فنمثل الاكسبريشن ده بالدوائر. يمكن نكون الطريقه ديت يعني ما ركزناش عليها، بس عادي مفيش مشاكل. انا عندي الـ A يا جماعه وهاخد منه الكومبلمنت بتاعه، فده يعتبر الـ A بار، وهعمل نفس القصص الكاية على البي واخد منها الكومبلمنت بتاعها، ودي هتكون البي بار. وانا معايا مين بقى؟ معايا الاي في الفانكشن الاولانيه، الاي اكس اور مع البي، فهرسم بوابه ال
اكس اور عشان تطلع لي، ها هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي معادله الدي اور الديفرنس، ومين مع مين؟ الاي اكس اور مع البي، تمام؟ مش طبعا النقطه، ماليش دخل بالنقطات. ها شايفين النقطه الثانيه البي 0 الاي بار مع البي في بوابه ضرب، تمام؟ انا معايا بوابه اند، سي انا معايا بوابه اند اهي، وهطلع لي البي 0 او البي او مع الاي كومبلمنت، الاي ادي الكومبلمنت بتاع الاي، ومعايا مين؟ ومعايا البي، اما اني اخد البي من هنا او اني اخدها من هنا، ناخدها من هنا اسهل بس. فديت يا جماعه التمثيل المنطقي لل الهاف سبتراكتور، تمام؟ السكشن اللي جاي ان شاء الله باذن الله هنتكلموا بقى عن ايه؟ عن الفول سبتراكتور وازاي نمثله على نفس الفكره 4 بت باينري سبتراكتور. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.